ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة البيمي تو وين، ومع فيديو جديد تقدر تعمل 100 دولار شهريا. اقول لك اه، ويتسحب كل اسبوع حوالي 30 دولار على البيبال المفعل او على البايونير. هقول لك تمام، من خلال منصة الجو ترانسكريبت. منصة جو ترانسكريبت من المنصات المهمة جدا، ولكن انت لازم تتبع القواعد الخاصة بها هذه المنصة، ولازم تتعلم كويس قوي. لو انت ما تعلمتش قواعد مش هتجتاز هذا الامتحان، لان في امتحان قبول. تمام، فابدأ بداية كويسة وتشوف القواعد، وانا شرحتها في صندوق الوصف، والدنيا سهلة والدنيا بسيطة، لان مفيش قواعد نحوية اللي هي نقطة ضعف الجميع. مفيش قواعد نحوية، بس الكلام اللي بيتقال لازم يتكتب صح وخلاص. فده اللي بيخلي مجال الترانسكريبشن، التفريغ الصوتي، افضل من مجال الترانسليشن. وتعالوا مع بعض نشتغل على هذه المنصة حتى ما نطولش عليكم، ولكن فاصل بسيط ونعود. اهلا وسهلا بيكم من جديد وعودة بعد الفاصل. عملت ساين اب الاول، مفيش تفعيل حساب، خلي بالك. هتعمل ساين ان، واوعى تحط ايميل البيبال بتاعك الا بعد لما تتقبل في هذه المنصة. طب تعالى بعد كده نتجه لاسفل الموقع بالشكل ده، وسكرول الاسفل وبالضغط على كلمة ورك اللي هو العمل، عشان نبدأ بقى الشغل الحقيقي. وبعد كده بالضغط على كلمة ابلاي ناو، وبعد كده حدد اللغة اللي معاك، ولتكن اللغة الانجليزية. لو معاك لغة تانية فانت اكيد مميز. هيجيلك امتحان زي ده ام سي كيو، وبيقول لك ان انت لازم تجاوب 100% من هذا الامتحان عشان يحولك للامتحان اللي بعده. يعني الامتحان ده بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني الام سي كيو، والجزء الثاني بيكون الامتحان الصوتي. وقال لك لازم تتبع قواعد الجايد لاينز. هنفتح قواعد الجايد لاينز، وانا قلت لك في المقدمه انا سايب لك فيديو في صندوق الوصف في جميع شروحات قواعد الجايد لاينز. انا هفتحها عشان لو احتجتها ولا حاجه في الامتحان. وتعالوا مع بعض نحل الامتحان. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ Which is the correct code format according guidelines؟ طبعا واحد بيسبلنج كلمة موزمبيق، واحد بيعملها سبلنج، فطبعا لازم احط ناقص ما بين الحروف وبعضها الخاصة بالسبلنج. وبدأ بالجملة بشي كابيتال، شي كيم تو مي اند سيد، وحطينا كومة. تمام، وبعد كده فتحنا دبل كوتيشن، وبعد كده بدأ بداية الجملة الثانية بتكون كابيتال اللي هي ايام فور موزمبيق، وعمل سبلنج، وبعد كده حط الدوت، وبعد كده قفل بالدبل كوتيشن. فالإجابة هي بي كوريكت انسر. طبعا ما ينفعش اعمل اندر سكور، ما ينفعش اعمل ناقص، ما ينفعش اعمل هذه العلامه، هي العلامه الوحيده هنا وهي الناقص. بعد كده which sense is correctly capitalized and punctuated؟ I like to use Facebook، وكل زي بعضه. وبعد كده حطينا دوت، وبعد كده it's my favorite. هنا ما حطش دوت في البي والسي والدي، فده كوركت. ده طبعا رونج انسر، but correct answer number A اللي هي اللي في استخدم فيها الدوت. تمام، after the word of Facebook، بعد كلمة الفيسبوك. وبالتالي الإجابة السليمة هنا هي الإجابة هي الإيه. بعد كده which is the correct way to mark for stars and for bottom؟ فطبعا بنحط الاتنين ناقص. لو انا مثلا انا ذاهب الى لا 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 انا نمت كويس الليله الماضيه، هي دي الجمله. نمبر سي بيقول I went to، حطينا اتنين ناقص في نهايه الجمله الاولى، I slept well last night. بعد كده سؤال رابع بيقول لك which sentence is correctly capitalized and punctuated؟ تاني يس، بعد كده حطينا كومه، وما حطش كومه هنا في البي، فاستبعدنا البي، وبدات الجمله بتكون كابيتال، فاستبعدنا السي والدي. وبالتالي الاجابه السليمه هنا هي الاجابه هي الايه. بعد كده السؤال الخامس بيقول لك اف في سلاتر هو شو از، طبعا هي بنقص ما بين حروف بعضها، ام ام موست، فالاجابه هي البي. وبعد كده السؤال السادس بيقول لك if you can't hear، لو انت مش قادر تسمع the specific term جزء معين you should، فطبعا الاجابه هي نمبر ايه كوركت انسر اللي هي do some research اما بعد البحث. if you can't find in sync، لو انت مش لقيت حاجه، mark this in a suitable or audible changeable to with the specific term، يعني علم عليها ان هي كلمه unintelligible او علم على كلمه unaudible بالتوقيت الزمني اللي بيكون موجود، فالاجابه هي الايه. السؤال السابع بيقول لك هذا الامتحان this the examination، الامتحان will consist of two section، بيتكون من جزئين اللي احنا قلنا عليهم، الجزء الاولاني ال MCQ والجزء الثاني امتحان الاوديو. which sentence is correctly capitalized and punctuated؟ فهي الاجابه هي الاي والاجابه هي الدي. فهي تمن جاك بدايه بتكون كابيتال، فاستبعدنا البي واستبعدنا السي، خلاص بعدوا عن حساباتنا. جاك ترايد ا نيو دايت، وبعد كده بط، مفيش هنا قامه لانه ما قالش بط هي، هنا قال بط هي وحط قامه، فده صح، ولكن هنا قال بط ستيل. تمام، جيند ويت كده كده عائده على جاك، بس ما قالش هي، وبالتالي ده كمان ده صح، فالاجابه هي الاي والدي. السؤال التاسع بيقول لك which sentence is correctly capitalized and punctuated؟ she came to me and said، حطينا كما. تمام، فتح دبل كوتيشن، بقت الجمله بتكون كابيتال، I am not tired dot I am exhausted why don't you كذا، وبعد كده قفل
علامة استفهام وبعد كده قفل بالدبل كوتيشن، فده الإجابة السليمة الوحيدة هنا. هنا في السي والدي بدأ بالسمول فاستبعدناها. هنا بالنسبة إلى الدبل كوتيشن هنا عمله مظبوط، ولكن هنا غلط في ايه؟ بعد كلمة سيد ما حطش قامة بالنسبة للإيه فاستبعدتها أيضا. طبعا هنا ما حطش ايضا قامه بعد كلمه سيد فاستبعدتها كمان بالنسبه للاي، فالاجابه السليمه الوحيده هنا هي الاجابه هي البي. السؤال العاشر يقول لك if the quality of the audio is horrible what do you have to هتعمل what do you have to do وتعمل ايه؟ طبعا لو الجوده سيئه جدا فالاجابه هتبقى الاي والبي. ويقول لك if the audio is audible لو انه مش مسموع is the support to know about this case اتصل بالدعم الفني go to ask to contact the client and provide with the fund هتزوده هتبدأ تتعامل او تتواصل مع العميل وتقول له تم رفض طلبك. بي ايضا سليمه اللي هو if many bus are simply untouchable due to access of topic ممكن تبقى اللهجه مختلفه شويه وانت مش فاهمها ف leave the file سيب الفايل ده سيب الفايل ده للملف ده for other people لبعض الناس ناس ثانيه who may provide quality work ممكن يأدوا جوده عاليه بها هذه اللهجه او اللكنه اللي بتكون موجوده ما تخدش ملف كده وخلاص عافينا. فالاجابه هي الاي والبي. تعالوا مع بعض كده الاسئله تانية. السؤال الاولاني الاجابه هي البي، السؤال الثاني الاجابه هي الاي، السؤال الثالث الاجابه هي السي، السؤال الرابع الاجابه هي الاي، السؤال الخامس الاجابه هي البي، السؤال السادس الاجابه هي الاي، السؤال السابع الاجابه هي السي، السؤال الثامن الاجابه هي الاي والدي، السؤال التاسع الاجابه هي البي، السؤال العاشر الاجابه هي الاي والبي بالضغط على كونفيرم عشان يبتدي بعد كده يحولنا الى الامتحان الصوتي. طبعا هنعمل داونلود لهذا الفايل او هذا الملف وهنستخدم منصه ذكاء صناعي وهي منصه السونيك. طبعا على جوجل كده وتقوم بحثين على سونيك. طبعا هنسجل دخول بس على منصه السونيك ونعود اليكم ولكن بعد الفاصل تابعونا. طبعا نيجي بعد كده للخطوه الثانيه وهو الامتحان الصوتي. خلي بالك الامتحان ده في صيغه الكلين في البطام وذاو تايب ستامج يعني مش عايز اي توتات زمنيه. كليك يمين وهنعمل سيف اوديو از على الديسكتوب ومنصه السونيك هنعمل له ابلود وهنعمل ترانسكريبشن. طبعا لو انت عندك امكانيه في اللغه الانجليزيه مش تنسى ان تضع على كلمه سند ات فور فيو لاعتماد الامتحانين، ولكن تعالوا نستخدم منصه ذكاء صناعي للناس اللي نص نص في اللغه الانجليزيه وتعالوا نشوف النص كده هتسمع وتشوف الكتابه عامله ازاي. This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. In the year 1500 AD, 1500 people got the plague, but another 1500 made 1500 bucks selling their services to the palace, even though the vessel with the pestle was the brew that was true. A lot of them had 6 degrees of separation and 7 pounds of perspiration. But unfortunately, the vast majority of them, though educated enough to try, failed to look up all those numbers in the Go Transcript guidelines and failed the test. The above was obviously an apocryphal story, although not part of the actual Apocrypha, aka the Book of Revelations, found in the New Testament. However, even though Revelations chapter 1 verse 12 references 7 gold lampstands, if I then turn around and say that there were actually 12 lampstands in my unauthorized version, you will be judged on how you formatted both the numbers in this long sentence. Those gold lampstands would be worth a pretty penny today, IMHO. Maybe even $500,000 or thereabouts. No way a transcriber could make that kind of money honestly at GoTranscript or elsewhere. However, if said transcriber takes the time to kind of look up all the numbers being used in this test and kind of formats them correctly, that transcriber might be able to make a pretty good amount of moolah, although not gold lampstand level. It's all right if you didn't get some of the words right, although it's not all right if any of those words were actually mentioned in the guidelines and you got them wrong. The whole point here, in case you're not getting it, is that it's not all right not to read the guidelines. That's not just for numbers either. You should be able to properly italicize media titles
such as every cubicle worker's favorite office space. Special bonus tip for would-be transcribers who are actually paying attention. Go back up to the very top of your transcript, and right before the opening words, comma, quote, in the year 1500 AD, comma, quote, put in parentheses the name of the actor who played poor Milton in that movie, and one other movie or TV show he's appeared in. Good luck! This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. وبكده تكون انتهت المحادثة، وهسيب لك نسخة في صندوق الوصف، نسخة أوفيس، بحيث تعدل الأخطاء الإملائية الموجودة في هذه المنصة، وهسيب لك أيضا نسخة PDF للناس أصحاب التليفونات. طبعا ومش تنسى أنت تشيك على النص الموجود ده وقواعد الجايد لاينز وصيغة الكيرف بوتوم. عندك فيديو بيشرح القواعد في صندوق الوصف، أوعى تعديه، مهم جدا. ومش تنسى انك انت في النهايه تكتب كل شيء هنا بعد لما تخلص، ومش تنسى في النهايه انك تضغط على كلمه send it for review. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.